عرفت انك رحت تنقي الشبكه مع صديق؟ صديق طيب مش كده؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني طيب وغلبان وحكايته تقطع القلب. عايزة ايه ما تتكلمي؟ قصدي صديق مش زي ما انتي فاكرة، لا طيب ولا غلبان ولا الدنيا داست عليه. هو انتي مجنونة ولا في ايه؟ انا جاي اقولك كلمتين ولازم تفهميني للآخر. عايزة اقولك حاجة مهمة جدا، اللي في بطني ده مش ابن ابو المكارم، اللي في بطني ده ابن صديق. بقولك ايه؟ مش هتطلعي بره. مش هطلع بره، لازم تسمعي اللي انا جاية اقولهولك. فاكرة الخناقة اياها اللي بيني وبين صديق لما ابو المكارم كان عايش؟ ولا يلا ما علينا. اسمعي يا بنت الناس، انا مش هقولك ان انا ضحية ولا ملاك ولا غلبانة او اتضحك عليا، انا شطانة اكتر منه. انا قبل ما اتجوز ابو المكارم صديق قعد يتدحلب لي ويتقرب لي، وانا بيني وبينك عرفت انه هيورث، يعني طمعت، قلت انا اولى من الغريب، فتحت له السكة، قلت يمكن املكه بالطريقة دي، ولما اتمكن مني وخد غرضه هرب وسابني. كان قدامي حل من اتنين، ياخد حقي منه يطفش واسيب السيدة. ولما ابو المكارم عرض عليا الجواز وافقت. بقولك ايه؟ مش هسمع منك ولا كلمة تانية، اطلعي بره. مش هطلع بره وهتسمعي كل حاجة للآخر. لما قلت له ان ابو المكارم عرض عليا الجواز قال لي الف مبروك، ولما قلت له اني حامل منه قال لي اكفي على الخبر مجبور، عشان كده ما يقدرش يبجح فيه، وهيجيب للواد كل اللي هو عاوزه وعاوزه في حضنه. بقول لك ايه، انا قلت لك الحقيقه، انا كده قلت لك حقيقه صديق، وانت عقلك في راسك بتعرفي خلاص. سلام عليكم. ازيك يا روح؟ الحمد لله. انا بس جايه اشكرك على اللي انت عملتيه معايا، انت انقذتيني. انت بتهزري؟ انت زي اختي الصغيره. وبعدين انا شفتك مخدوعه، فكان لازم اقول لك ان صديق ده بمية وش ما يتأملوش. وايه كمان يا روح؟ صديق مفيش فايده فيكي برضه. مالك شفتي بابا ولا في ايه؟ ده تكون شافت قبرها اللي هي هتنزله ان شاء الله. وشك جاب 100 لون يا روح. الروح ليه؟ بص انت فاهم غلط، انا انت فهمت الموضوع كله غلط. مالك يا روح لخبطتي كده ليه؟ معلش يا سمر سيبينا لوحدنا شويه. حاضر يا حبيبي، انا بس في كام جمله كده مزدوقين في زوري عايزه اقولهم. لو صديق ما كانش هنا انا كنت مسحت بكرامتك الارض. حقي هاخده منك. ماشيه بتاعت السمين؟ ليه؟ عملت لك كل اللي انت عايزاه، كنت عايزه ايه تاني؟ الغلطه الوحيده في حياه اخويا ابو المكارم الله يرحمه هو انت يا روح.